ورأي آخر من أحد أندية الشركات الكبيرة أيضا ومتصدر الدوري الممتاز في هذه اللحظة، كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك. ربنا يبارك فيك يا كريم حبيبي. كل عايز أسمع رأيك فيما يخص اقتراحات حول تطبيق نظام جديد للدوري في الموسم الجديد، بحيث يكون فيه اختصار لعدد المباريات كموسم استثنائي انتقالي والعودة مرة أخرى للشكل التقليدي. والله يا كريم، هو الهدف من ان احنا ندور على شكل جديد للدوري، الهدف منه ان احنا نقصر المسافات ونحاول نلحق اللي احنا بنفقده دلوقتي من ماتشات مؤجله وحاجات كده، ولا الهدف من النظام الجديد ايه؟ هي القصه هنا. الهدف معمول ليه؟ هيبقى مؤقت زي ما انت بتقول يا كريم، موسم استثنائي وبعدين نرجع تاني، ولا الهدف ايه؟ لا، الكلام على انه موسم استثنائي. موسم استثنائي. طيب الدوري البلجيكي نمره واحد كده مبدئيا كده على قد معلوماتي البسيطه، يعني كنت لسه بتكلم مع الاستاذ ايمن الشرايف في الموضوع ده من شويه. يعني الدوري البلجيكي ده كان المفروض ان هم عملوه عشان يطولوا الدوري عندهم المده. انت معايا يا كريم؟ فاهم معاك. يعني 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 اصلا الدوري البلجيكي فكرته اتعملت عشان يطولوا المده بتاعت الدوري. فازاي هتتعمل عندنا؟ لا، هنا يبقى عشان كده احنا مش هنعمل النظام البلجيكي بالظبط. خد بالك، النظام البلجيكي الجوله الاولى بتاعته 34 ماتش اصلا، اللي هو الدوري بتاعنا كله ده قبل ما يلعبوا. أيوة كمان ايوه انا فاهم. هما بياخدوا الفكره اللي هي بتاعت ايه، ان احنا نلعب دور اول وبعد كده ناخد فرقه معينه نلعب بيهم على الصداره. ليه كذا كومنت في الموضوع ده؟ اتفضل. ان هما ياخدوا اول 8 فرق دول اللي هينافسوا على بطوله الدوري، صح كده؟ بالظبط. طيب نفترض الثمان فرق دول اللي طلعوا الاول، اللي هو من الاول من الثمانيه، اول 8 فرق ده مثلا بدي مثال عنده ايه 30 بونت، والثامن اللي طالع اللي هو اخر واحد ده عنده مثلا 4 بونت. انت متخيل المنافسه هتبقى عامله ازاي يا كريم؟ يعني انت فاهم انا بقول لك ايه؟ يعني اللي هينافسوا على بطوله الدوري الثمان فرق الاولانيين، صح كده؟ صح. طيب الاول ده بقى او الاول والثاني اللي هم قريبين من بعض 30 و29 و28، في فرقتين تحت او ثلاثه اللي هم السابع والثامن، فرق البونت لو هم زي ما بيقولوا لانه هيطلع بنفس عدد البناط، المنافسه هتبقى معدومه وهيبقى فيها بقى تلاعب في نتائج وحاجات. انا بتكلم يعني لو انت بتتكلم في حاجه زي كده. انا كنت لسه طرح الطرح ده بالظبط يا كابتن محمد، بس دي برضو نقطه هتمسكها ازاي؟ يعني انا فاهم انه اول اربعه هينافسوا والاربعه التانيين خلاص ضمنوا وجودهم في الدوري، فمش خلاص فارق. مش فارق معاهم خامس من ثامن، مش هتعرف تظبط الموضوع. فاقصد اقول يا كريم وجهه نظري والشفافيه تحتم ان الدوري اللي احنا ماشيين بيه بالشكل اللي احنا ماشيين بيه ده شكل. لو عايز تقول لي عايزين موسم استثنائي ونقرب المسافات عشان ما يبقاش فيه ماتشات متاجله، لازم نطبق الدوري او الجدول اللي يتحط على كل الانديه. يعني الثلاث ايام الاربع خلاص، ما كل نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي البيراميدز، كل الانديه اللي بتلعب في افريقيا دي، ما انا كبقيه انديه انا مش هعمل الحوار كله عشان اربع خمس انديه وبقيه الانديه. لا، لو اتحط جدول يا كريم، وجهه نظري اللي على قدي برضو انا ما اعرفش يعني، بس انا شايف كده ان يتحط جدول يتحط كله يمشي عليه. يعني هو في اقوى من الدوري الانجليزي لما بتحط الجدول، وكان في كاس العالم للانديه لو نفتكر ليفربول، والاتحاد الانجليزي ما رضيش يعمل ليفربول يقرب لهم ياخر ياجل ماتش. صحيح معايا. يعني انا شايف ان ده اكتر حاجه هتخلي الدوري المصري يرجع لشكله الطبيعي والشكل اللي احنا عايزينه، ان احنا نلتزم بجدول محدد محطوط من A to Z كل الناس تمشي عليه. انت عارف انت خليتني كمان اروح بتفكيري دلوقتي وانا بتناقش معاك يا كابتن محمد. هو احنا لو عملنا الدوري بنظامه الجديد ده مش هيبقى فيه مؤجلات برضو؟ مش هيبقى فيه نادي عايز؟ طب خليها كمان هيبقى فيه طبعا. خليها. طب بدل 3 ايام خليهم اسبوع. انا عندي عشان كده بقول لك يا كريم اللي ايه، احنا انا شايف ان الدوري بتاعنا محتاج جراح. مش جراح يعني اللي هو ايه، انا بعمل العلاج على طول، بعمل عملية على طول. جراح ليه يا كابتن محمد؟ احنا ما بنخترعش الذرة برضو يا جماعة. يعني انا ساعات بحس ان احنا بس الناس الوحيدة اللي في العالم اللي كل موسم نتناقش على الدوري وعلى المؤجلات وعلى الماتشات وعلى عدد الفرق. احنا مفيش دوري بيحصل فيها اللي احنا عندنا دي، حقيقة انت بتتكلم صح يا كريم. مفيش دوري اللي هو مفيش دوري بيحصل فيه ده اللي بيحصل عندنا. وصلنا الجراح يعني، طب هنعمل ايه تاني؟ ما انا بكلمك جد والله. يعني عشان كده بقول لك انا، احنا ليه نروح لافكار دوريات اخرى واحنا عندنا الحل بس احنا ننفذه؟ ايه هو الحل؟ ان انا احط جدول
كل الانديه تمشي عليه. صحيح. طيب لو اتعمل النظام ده ماذا سيتضرر انبي في حاله اقامته؟ ما هو بص يا كريم، عشان برضو نقول نتضرر او نستفيد لازم، زي انا كنت بسمع الحوار بتاعك مع نائب رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي، لا احنا لازم فعلا اي قرار لازم يتاخد لازم يبقى فيه مناقشات، لازم يتم مناقشه، يعني لازم يبقى فيه مناقشات واعرف، لان في انت ممكن اللي احنا بنسمعه فكره، انما التفاصيل ايه هو ده المهم. لازم نقعد ويتقال لنا التفاصيل ايه، واصل احنا بنعمل ده عشان كذا كذا كذا، لازم نتناقش ونقعد مع بعض ونتناقش. صحيح. مفيش قرار المفروض يطلع من اتحاد الكوره او رابطه الانديه الا لما يحصل فيه مناقشات. مزبوط. مع الانديه، خاصه اما بتبقى حاجه هنقول خارج الصندوق، حاجه عايزه تتعمل، فلازم يتقعد مع الناس والمناديب بتاعت الانديه، او حتى لو هم عايزين يبقى حوار كبير مع رؤساء الانديه، عشان ده هيبقى مصير برضو الكره المصريه. انا شايف ان ده يبقى مش مندوب، لا انا شايف ان يبقى مع رؤساء الانديه، مع رابطه الانديه، مع اتحاد الكوره، يقعدوا يعملوا حاجه يتناقشوا فيها، ساعتها كل واحد هيقول اللي عنده، وساعتها هنتلافى حاجات كتيره. يعني ده اللي المفروض لازم يحصل. صحيح. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي ايمبا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.